ايه لقيته الحشيش المره دي نفدت، المره الجايه مش هتنفد. انا مش فاهم حاجه ابدا. نسيرك تفهم. يلا خد الباب وراكم. ما يجيبها الا رجاله. لا والصنفعال ممتاز. ايه رايكم؟ البوليس مقفل كل منفذ، اهي البضاعه وصلت. لا ومين اللي وصلها؟ الواد الخام اللي لسه ما تودكش؟ الواد الحيله ابن العيله؟ ابن عيله ايه يا معلم؟ ده ابن جنيه. ده في لحظه الشنطه اللي في ايدي لقيتها في ايده، والشنطه اللي في ايده بقت في ايدي. لا فالح، بس ياك ما يكونش حد قطرك وانت جاي. عيب يا معلم، انا مش صغير. ده ابن العفريت اشد كل البوليس وراه. على ايه ده كله؟ غيرش تيجي معلومه يطبط. طب ليه انت؟ زمانه جاي يديكوا درس في الجدعانه. هو احنا مش جدعانه يا معلم؟ بس ايه؟ لما انا خايف ليكون هو اللي بياخد درس على دين البوليس. لا ما تخافش، اطلع شوفه وخليه يدخل على طول. حاضر يا معلم. شيل دي.